اللي فيها بالغار؟ تذكرني يا ابو انت تذكرني ما حدا بينسى روحه يا ابو غور. انت انا عاشتك يا ابو انت انت روحي عاشتك هلي غوار احتاج لك ابو انت لك يا ابو عنتر انا وانا مشتاق لك صدقني من جوات قلبي يا ابو غور قديش مشتاق لهذا الكرسي قديش مشتاق لعيد الصداقه تبعنا اهلين كلهم مشتاق اهلين لك يا ابو غور تفضل حبيبي تفضل امتى جيت انا يعني جيت قبلك شيء 10 دقائق بس يلا هابي نيو يير اخي ابو عنتر هلا قبل هابي نيو يير اخي ابو عنتر انا زعلان منك كوميات كوميات انا اللي لازم ازعل من هالدنيا كلها هلا راح تعمل لي ضربني وبكى وسباني واشتكى ما ابكي بدون ما اضرب حدا ما اشتكيت غير لرب العالمين ده كان معقوله يا منظوم ما تجي تودعني بالحبس وتعطيني عنوانك مشان اتصل فيك بالدي اتش ال قبل ما تهاجر لأستراليا أني استراليا اللي كنت فيها أو هنتر أنا ما كنت في استراليا أصبح بقرقيزيا لا أنا كنت بالحبس فهمنا إذا كنت بالحبس يعني الحبس بنسيك حبنا وصداقتنا حبس أنو حبس الحبس المركزي يا لطيف الحبس المركزي 20 سنة ليش شو عامل أنا أبو عنتر ما عملت شيء هن اللي عملوه مين هن احكي لي بعدين بحكي لك هلا في شيء اهم مو بدنا نعايد على بعضنا هابي نيو يير اخي ابو عنتر هابي نيو يير درويش درويش يا خي درويش عالخبزة والمي يا خالي من عيش درويش درويش يا خي درويش تعرفي طلعت مزبوطة شغلة العيد صدقتي بعدين ايه انا من الاول قلت لك انه في بعيونه طيبة ايه انتي كل مرة نظرتك شكل يا كل ساعة وإلا ملايكة المهم إمتى رح تخلصي؟ لا يخلص الدوام لأنه أنا ما بدي روح لحالي على الغداء روح أنا وياكي ليش؟ سبقيني بدك يعني أقعد مع 3 رجال لحالي؟ هاللي بيشوفنا شو بده يقول؟ هلأ كل ما قعدت وحدة مع واحد لازم يكون في شي؟ إيه قولي للناس أصبح استنيني لا يخلص الدوام منروح سوا بس ولا كلمة عندي شغل هي أول موظف بشوفه عنده شغل قلت لك ولا كلمة قعدي على نصتك حسنا أمل من شان الله عندي شغل حاضر حسنا رجعنا أصبح مو حسنا هلأ شو بدنا فيه إن لقى أخته ولا ما لقاها من شان الله نبقى تحاكيني لأخلص أنا ما عم بحكي معك ليش في حدا غيري قدامك؟ ايه في حالي عم احكي مع حالي ممنوع اصبح انتعي حالك وطلعوا تنادموا برا اصبح قوم يا حالي رح حط حالي برا وارجع لك
لا انت ضلي برا وبعتي لي حالك. اصبح اقعد يا حالي واعتبريني انا برا. حسنا. يا الله ولك يبعت لك 100 ضربة ومليون حمار. لعمر القصة، معقولة كل هالشي يطلع من تحسين؟ طلع طلع يا أخو عنك. والله وكيلك وكيل السماء والأرض، ما كذبت عليك بحرف واحد. الله لا يوجه لك الخير يا تحسين، وين ما رحت وين ما أجيت، حتى لو كنت ابن حماي. أكيد أكيد هنن اللي قتلوا مرتي ويهتموا بنتي ورموني 20 سنة بالحبس، وهلا هلا انا طلعت من الحبس. بس يا ريتني ما طلعت. شو طالعني؟ ريتني ما طلعت، مالي قادر الا لبنتي. انا ابوك يا بنتي، مالي قادر. سيطروا روي هو روي بنكبة حزيران ما بكيت. ليش انا نكبتي ما بتبكي يا ابو عنتار؟ والله العظيم بتبكي، بس نحن للظالمين. اوف جناحي جناحي يا ابو عنتار مكسور. باطل، انا جناحك وحياة عينك يا ابو الغور. بخاف بخاف رجعي فيك يا ابو عنتار، ولو اعرف انك ما بتداوم على عيد الصداقة ما كنت جيت. صدقني يا ابو الغور ما قطعت ولا سنة. شو كنت خايف؟ كنت خايف يجي تحسين. ما بتطلع معي، ما ممكن تطلع من قلبي انه هابي نيو يير يا تحسين، ما بتطلع. تنقال قواله تنقال قواله هالضلالي. خوش انت بعد ما سافرت ب3 سنوات هو قطع. ابو عنتر حبيبي انا ما سافرت، قصدي فتت على الحبس. يا لطيف، معقول عم اقول لحالي ليش اجى على الحبس وألفطني ألفطة من عباب الحبس، وراح كمان شو شغلني عند ابو العز؟ لا وشغلة تانية، كل ما بدي يجي لأعمل مشكل أو أعمل لي شي خناقة فوت فيها الحبس ما يسمحوا لي، قتلوا لي مواهبي. أنا بقول لك ليش يا أبو عنتر، بيخافوا تفوت بمشكلة على الحبس لو بنجتمع أنا وياك وتنكشف كذبتهم. مزبوط، لا وفوق منها كمان راح لزقني بأخته وجوزني إياها وأنا ما بحبها. شوف على هالتكتيك. شوف هيدا كان هذا تحسين سبق الصهيونية بالتكتيك. وانت ترى حبيبي شو صار عندك ولاد؟ ستي والمرأة حامل بتوم. ايه وهذا ما بتحبها، جبت ستي. لو بتحبها يمكن كنت جبت شي 12. ما انا لو كنت بحبها ما كنت جبت ولاد، خليها سنادي لخاصرتي وباخدها وين ما بروح ووين ما بجي. لذلك بزيت منها اولاد مشان تلزق بالمطبخ وتحل عن خاصرتي. على كل الله يخلي لك ياهم ويقيمها بالسلامه ان شاء الله بالتوم الجديد. الغور اسمع الخبريه، انا صار اسمي الحركي هلا ابو غوار، شنو اول صبي اجاني سميته على اسمه تيمنا وحبا فيك. شكرا اخي ابو عنتا، مدري ليش يعني انا وعبد الناصر بيسموا على اسمينا. ايه اسم الله حولكم اسم الله حولكم. ابو الغور تعريف جاء على بالي ارمي يمين الطلاق على اخته لتحسين، خاصة بهالشي اللي عمله فيك تحسين. لا لا أبو عنتر الله يرضى عليك، هي حرام حرام، هي شو ذنبها يعني؟ ذنبها إنه بتضل أخته لتحسين. بس يعني
يمكن ما لا درياني. بس هي قالت لي انه ابو الغور سافر لاستراليا هيك قال. الا اخوه تحسين شفت اخوه اللي قلنا مزبوط. تعرف اخي ابو انت لك ان شاء الله بس الله يمن علي يعني باللحظه المناسبه واقدر الا لبنتي انا ابوكي يا امل فهمتي يعني بس هيك الله يمن علي بدنا نعرف بنتي ومرتك على بعض ونصير نطلع نقعد قعدات عائليه هيك. هذا الشيء بيشرفني يا ابو الغور وانت بتعرف محبتك وغلاوتك عندي. لك ابو الغور انا ما عاد اتحمل راسي. شو رايك هلا بروح لعند تحسين على مكتبه قدام موظفينه كلهم بسفوا قتلي حشكوا لبك وبترك من عند ابو العز وبرجع لعندك لهون بس.